خلي نعيش. من هذا المنطلق بادر مجموعة من الشباب بمحافظة بابل بإقامة مهرجان بابل السلام، والذي تضمن عدة فعاليات مختلفة وبمشاركة محافظات عديدة. كاميرا برنامج سامراء الصباح حضرت اليوم في منتجع بابل السياحي لتنقل لكم هذه الصورة. مهرجان باب السلام مهرجان يدعو للأمن والأمان والتعايش السلمي بين الناس. طبعا هذا المهرجان عد بعدة فقرات اللي هو الفن، التراث، الرسم، عندنا فرقة موسيقية، الأغاني التراثية، عندنا مشاركات كلش حلوة وكلش واسعة من محافظاتنا المجاورة، ونشكرهم ونشكر حضورهم. تشوف انه انت البازارات والحضور الواسع مالتهم وتقادم الاهالي عنهم. هالمهرجان كانت انه نقل المكان بها مجاني حتى سهل انه الوصول للعوائل الفقيره لهذا المكان، او مثلا اللي المكان كلش بعيد عنهم يوصلون لهنا. مشاركتنا هي عبارة عن معرض للكتاب، الهدف الرئيسي إعادة روح الكتاب بالشارع الحلمي، تعريف الكتاب جديد للشباب، توزيع الكتب، عندنا فقرة توزيع كتب مجانية لنشيء روح الثقافة والقراءة مرة ثانية، حتى نعيد الكتاب للشارع الحلمي لأن كلش مهم. خلي نعيش. من هذا المنطلق بادر مجموعة من الشباب بمحافظة بابل بإقامة مهرجان بابل السلام، والذي تضمن عدة فعاليات مختلفة وبمشاركة محافظات عديدة. كاميرا برنامج سامراء الصباح حضرت اليوم في منتجع بابل السياحي لتنقل لكم هذه الصورة. مهرجان باب السلام مهرجان يدعو للأمن والأمان والتعايش السلمي بين الناس. طبعا هذا المهرجان عد بعدة فقرات اللي هو الفن، التراث، الرسم، عندنا فرقة موسيقية، الأغاني التراثية، عندنا مشاركة كانت كلش حلوة وكلش واسعة من محافظاتنا المجاورة، ونشكرهم ونشكر حضورهم. تشوف انه انت جميل وحلو. فقرات المنوعة، فقرة جدار الامنيات، بازار خيري، كتاب المسمارية، وايضا انا عندي نقش بالحنة، يعني فعالية للايتام وللبقية كلها مجاني. أكيد أنا مع أي مهرجان يشيع الفرح، يشيع الثقافة، يشيع الفن، يجمع الشباب حول هذا الشباب اللي يعاني من بطالة، عدم وجود يعني مرافق سياحية يقدر يعني تلبي طاقاته. بالتأكيد أنا مع أي مهرجان، حتى وإن كان مهرجان بسيط بأغنية، بلوحة رسم، بقصيدة شعر. في بحتها وترعنا من نعاسه لننام.